السلام عليكم مرحبا بكم سلامة وحشة كبيرة يا ربي أنا بالك غايبة أنا غايبة صح وانتم يعني غبتوا عليا المهم مرحبا بكم عندي اليوم نقول لكم قبل كل شيء نقول لكم صحة رمضانكم الحمد لله اللي ربي وفقنا صمناه بالصحة والهنا صحة رمضان كل الجزائريين داخل الوطن وخارج الوطن ونقول لهم عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير كل عام وانتم مهنيين وكل عام وانتم في صحة جيدة إن شاء الله ربي يرزقنا بها دايما نستحمد ونشكر ونقول دايما الحمد لله دائما وأبدا رغم كل ذلك مش كاين في الدنيا كاين واقع كاين امور هكذا يعني فوق يدينا بصح دائما نقولوا الحمد لله حمدا وشكرا له اتمنى لي زالجيريان اللي راهم هاد الايامات ناشطين يعني بقوه لي زالجيريان اللي عايشين خارج الوطن الجزائريين هذوك اللي محروقين على بلادهم الجزائريين اللي درك راهي مده شهر رمضان وانا نشوفهم يعني في نضال كبير 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 غير على جال باه يوصلوا صوت الجزائريين ويدافعوا على قيم الوطن ويدافعوا على حقوقهم يعني الانسان يفتخر بهم الف تحيه وراهم في وقفات يعني فريمون حاسمه جدا وقفات يعني وطنيه لي يوصلوا في الصوت تاعهم لانهم متاكدين 100% لما يكون حقهم يضيع بسبب خيانات وتواطؤ والامور هذه راهي عندها مده طويله خططوا لها فهميني لو نحكي على كرة القدم رغم أنني ما عنديش أنا غراند إكسبيريونس بصح وليت نفهم بيسكو جو سوي أنتوغي بهكا بولاد نفهم فورس نفهم أنا قبل صدقوني عندي أون أني بديت نحس باللي ليكيب ناسيونال تاعنا مهددة وحوايج في الكواليس قاعدين يخططوا لها يعني هذه هي يعني تسمى اي نجاح راح يبقى دائما مهدد سورتو اون افريك سورتو في افريقيا يعني ما نكذبوش على روحنا دابخي ما انا نعرف وكنت نسمع حتى من والدي نسمع من الاب تاعي باللي في بحكم سنه كان يفهم وصلنا واحد لي ميساج هكذا ربي يرحمه ويوسع عليه نفهم بحكم تانية عندي خالتي منهم واحد ربي يرحمه اللي توفى يفهم مليح في الرياضة ربي يرحمه ويوسع عليه وليدنا نفهم تتفصل حييهم انا الجزائريين هذول راهم في وقفات هكذا في منين مقر الفيفا في السويس في سويسرا الجزائريين عايشين سورتو في فرنسا وما جاورها لي غراب باه يقدروا يروحوا للمقر تاع الفيفا بيسكو اي سون كونسيون وعلى بالهم واش كاين واش صرا ونقول لهم برافو المهم نوليو رمضان وحنا غايبين قررت انايا في رمضان هذا قررت فوالا راح ندير شويه خشوع مع في المصحف في قراءه المصحف انا دركا ما نكذبش عليكم راني دركا للمره السابعه بحول الله اللي نختم فيها القران شهر رمضان ختمته مره ورايحه نكمل المره الثانيه مابقاش بزاف يعني ونكمل اما خشعت في المصحف جيفيتي اونفان باه ندير دي فيديو على الكويزين على الطبخ على الطابله وهذيك انا اوفون دو مو انا ما نحبش الطابله بزاف ما نحبش سورتو في رمضان دونك عندنا دي فيديو اللي درتهم وصورنا بصح مخرا نخلي ايام المقبله ان شاء الله بحول الله هكا ساعة نعتو حويجات ثم بديت هكذا في الديبي ومن بعد ولا تراجعت بحكم ان ميم ولادي قالوا لي ها ما لازمش ولا نخاف انايا من حوايج بيسك انا محاطين
ناس اللي قراب لينا ظروف ظروف على نعرفوها بكلو الحمد لله. دو توت فاسون الانسان لازم يراعي يراعي الشعور الناس ويراعيها ربي، يعني نطلبوا من ربي يسمح لنا لكن غلطنا ولا هكا ربي يسمح لنا. انا انا من قبل خلاص نقول لكم تسمى انا كي نروح لا كويزين سي با بوغ مونطري لا طابل سي جوست بوغ مونطري التقاليد تاعنا. نحب ناكل لي بلا تاعنا تراديسيونيل اللي قدام، نحب نمد هكا دي زاستوس هكذا لي قديمه لي تاع حتى من تاع جداتي ماشي تاع الوالده تاعي. بصح ما جو سوي كونت بان لا طابل دائما ودوك لي غوسات ولي بلا هذوك الضخمه والضخمه لنا حب النعت جوست تقاليد. هذه هي جو سوي بازي بور سيت ريزون ماشي على امور اخرى. المهم صمنا رمضان الحمد لله رغم كل شيء ورغم 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 في رمضان هذا صدقوني يعني ثلاثه من العائله تاعي الكبيره استغفر الله ثلاثه من العائله تاعي ربي يرحمهم ويوسع عليهم في رمضان هذا ثلاثة والله العظيم. الأخيرة عندها خمس أيام يعني واحد الموت مفاجئة جدا. بصح ما علينا واش نقولوا حكم الله والحمد لله وحنا مؤمنين ونتقبلوا وربي يعطينا دايما الصبر الصبر والإيمان. يا رب يا رب يا رب ربي يصبر الأهل تحادي. أنا سورتو يعني نحكي على بنت خالي توفات زوجة خالي اللي هي الوالدة تاع حادي اللي توفات عندها غير 6 جور توفات في رمضان. زدت بنت عمتي وزدت بنت يعني بنت خالي ربي يرحمهم ويوسع عليهم. يعني صافي الانسان حتى يولي هكذا يعني يقول ما اعظمك يا ربي ما أعظم قوتك وما أعظم رحمتك وما أعظم الصبر اللي ترزقنا به والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يصبر داويهم. المهم مانيش يعني نحكي سبيسيالمون في الفيديو هذي على الأمر هذا بويسك حنا مؤمنين والمتديد تبطى في كل بيبان الحمد لله. عدنا يعني لاحظتوا في السنوات هذه الأخيرة يعني الوفيات والناس اللي قرب لينا حتى ولينا تعودنا وزدنا قوينا ايماننا. يعني انا واش نشوف الناس عاد عندهم واحد الايمان شوي قوي من اللي كان. هذه الملاحظه اللي لاحظتها رغم كل شيء هذه الحياه والحياه تستمر وهذه هي الدنيا. صمنا رمضان برحمه ربي الحمد لله عيدنا برحمه ربي الحمد لله ودرك ذهنا رجعوا بربي ان شاء الله كاش ما نرجع هكا ساعه ساعه ننشط في حدودي المتمكنه فقط والله العظيم. شوفوا ومام جي تروفي هاد سيت اوكازيون تاع يعني في رمضان يعني هكا شويه اعتزلت على بالكم واش صار لينا قبل في لي مو هذوك باسي هذوك لي زافيرتيسمون زاد عندي التهديد وعندي حوايج هكا هذوك لي فيديو اللي نحاوهم لي دونك واش وليت قلت نقعد شويه اليكار هكذا عادي ومام طون بوغ ايفيتي شويه نحب نجرب بس انا جي با ديكسبيريونس في هذا اليوتيوب يعني بكل صراحه نحكيها ونهاوتها ومانيش شو با كومبلكسي كي نقول لكم انا ما عنديش خبره وما عنديش يعني ما نعرفش مليح كيفاه تستاجر حتى حوايج حيل هكذا في اليوتيوب ما نعرفش يعني بكل صراحه واش قاعده نتعلم. انا قاعده ندخل نشوف القنوات تاع الاخوه والاخوات هكذا اللي نشوف هكا ومنهم يعني حقيقه قاعده نتعلم نسول الحوايج فهمتوني. ونتمنى اي واحد يشوفني باغ اكزومبل وين هكا نكون اخطات ولا حاجه اللي مش حتخرج ليا افيك لو طون مع الوقت يبين بهني يعني من فضلكم ورجاء منكم. هذه هي نحب نقول لكم يعني الناس اللي جوز رمضان وصياما وقياما نقول لهم هنيئا لكم ربي ان شاء الله يوفقنا
باه نزيدو يعني نتوعاو ونزيدو نتقربو ليه، باسكو شوفو يعني صدقني نهضر لي جان دركا هادو لي صغار هاك يختلف التفكير تاعهم على نتاع الانسان على قد ما يكبر. انا فرق بين السنوات اللي فاتت ودرك ديفيرونس، دوك انا نشوف الحياه اوترومون، نشوف الحياه يعني بعين اخرى، ماشي اللي باه اللي يشوف فيها الشباب، نشوفها بصفه اخرى. واش عندكم حاجه في ده؟ عندي انا فانتاج، انا من الناس اللي يحبوا الحياه ويحبوا نحب الاستمراريه، نحب المكافحه باه نوصل لحاجه، ومانيش كي نقول باه نوصل لحاجه الغرض تاعي على اليوتيوب ولا نو والله انا على اليوتيوب ولا سي ان باستون اي او ميم طون حوايج قاعده نستفاد انا منهم، انا نستفاد من اليوتيوب ما نكذبش عليكم، حوايج بزاف بزاف تثقفت يعني سورتو من ناحيه التاريخيه ما نكتبش عليكم، انا قاعده نتعلم بزاف منه رغم سني هذا، وقاعده نستفاد ونتعلم ويعني حوايج بزاف هزيتها من هذه من الغرض تاعي، ماشي باه نستجيغ نوصل في اليوتيوب، باه نوصل من الناحيه هذيك الماديه خاطي لوان دو سا، خلينا هذيك حتى وكون باغ اكزومبل تجي وتجيسك ما على باليش كيفاه، بصح نو انا مانيش رايحه لهذيك الطريق، لانه انا ما نحب حتى ما نحب بلادي، نحب ارمل بلادي هكا ما نحبهاش تقاس روح الوطنيه هذه اللي عندنا الجزائر، عند الجزائريين والجزائريات بكل هذه احنا على بالنا بها، دونك هذه ما نحب حتى واحد لي استجري كيس لي بلادي وحتى ويكون فيها انا ما نتقبلهاش حتى كون نحب نتقبلها تك نتقبلها بصفه اخرى، ماشي باه تجرحني باه نقدر نتقبل، نو سي كاينه لا سوبلاس هذيك اللي يوصل فيها الانسان يولي يتقبل ويفهم وفيها فايده، وكونترير مليح الانسان يعرف حوايج هكا على بلادو ويعرف الاخطاء اللي في بلادو ويعرف الخير الشيء المليح اللي في بلادو، ويعني هو بصفة عامة رغم كل شيء، أنا دايما نقول لكم رغم ورغم 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 ورغم، أكو فاهميني واش نقصد، رغم 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 كل شيء، بلادنا أفون تو، كيلكو سوا لي كونسيكونس، ما ننحرفوش حنا على بلادنا جامي بإذن الله، رغم واش يكون فيها، فاهميني وفهمتكم واش نقصد. رغم واش كاين وانا بعد نعاني بصح دائما عندي امل هكذا، وصدقوني كاينين حوايج هكذا في الحياه كي مرات بيهم انايا تنعرفهم، كاينه امور الانسان يقدر يخليها هكذا افيك لو طون راح تتحل وتجيب الخير، وكاينه امور لازم الانسان ما يستسلمش، لازم يكافح على حقه الوطني اللي في بلاده، انا سورتو مع لي جون نقول لهم ما تيأسوش لازم تكافحوا بيسك سي فري صعبت، مي لازم ندقوا في الابواب وكل كي نعودو نعرفوا حقوقنا وما نتنازلوش، بيسك الانسان كي يعود عنده حق لازم يتشبت به وما يتنازلش، راح يتعب راح يشقى مي راح يوصل باذن الله يوصل، هذه هي احنا على بالنا بالحياه صعيبه وانفان عندنا اولاد وقاعدين نشوفوا واش كاين، مي دائما لازم نخليو لو ميساج لولادنا لازم يكافحوا باه يوصلوا، ماشي كي يقول لك ستوب وكلش هك وكلشي مقفول وهك وهك انت تحبس تم، نو يفو الي بلو لوا وطبطب وهاديك ولا مزيت حد الجزائر بلادنا بكل والحقوق اللي فيها حنا اللي نتمتعوا بها نورمالمون ولادنا امور اخرى ما تهمناش، خلاص تهمنا بلادنا ارض بلادنا وحقوقنا الوطنيه هذه ونكافحوا عليها، بليسك على بالكم واش كاين ما على بالكم، وماشي غير في بلادنا رانا نشوفوا في الدول بكل، نشوفوا في الدول المجاوره سي اون كاتاستروف، راهم حنا رانا مهما واش كاين رانا بعاد يعني بعاد كل البعد، مهما واش كاين حاجه في دابا تغيد وين انا وين يغيدني الحال برك، يعني بكل صراحه بلادنا فيها خير كبير فيها ثروات كبيره، هنا برك وين يغيدني الامر، هذه هي برك. المهم
هذا اليوم الفيديو هذه تاع اليوم تاع العوده باذن الله. ومزدت مرت انا هذه الايامات على بالكم واحد لاقعيب واحد لاقعيب فاميليال جايز علينا بكل يعني صدره غريبه. الحمد لله ربي ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله تكون لينا عوده ماشي غير ليا للناس بكل اللي في اليوتيوب اللي في رمضان توقفوا لاسباب ان شاء الله عوده ميمونه. ونقول لكم وفقكم ربي بكل ما نقول للناس اللي يدخلوا لي وكومونتيني يكومونتيو لي ابنائي واخواتي وبناتي وخاوتي نقول لهم شكرا شكرا جزيلا لكم وربي يوفقكم ان شاء الله وربي يخليكم دائما بصحه وعافيه ان شاء الله. خليكم على خير في الامسيه هذه والى اللقاء.